للفيرست لو في الثيرموداينامك ايش بقول لي؟ الانرجي اللي بتخش على السيستم ماينس الانرجي اللي بتطلع الاكزيت للسيستم ايش تساوي؟ تساوي تغير في الانرجي تبعت السيستم عندي على الزمن. يعني مقدار تغير الانرجي الموجود عندي الكنترول فوليوم هي عبارة عن مجموع الانرجي اللي بتخش على السيستم ماينس الانرجي اللي بتطلع من السيستم. قلنا هاي ايش؟ هاي الانرجي بيصير لها انتر اكشن او انرجي ترانسفير، حكينا عنها كمان انرجي ترانسفير، وقلنا لها ثلاث طرق، يا اما هيت والثانية طريقة وورك والثالثة قلنا ايش؟ فلو. يعني انا عندي سيستم معين، نفرض السيستم اللي عندي موجود هون، الطاقة المقدار الريت التايم ريت اوف تشينجينج ذا انرجي انسايد ذيس كنترول فوليوم ايش تساوي؟ تساوي مقدار الانرجي اللي بدها تخش على السيستم ناقص اذا طلع منه طاقة. ايش قلنا ايش بخش على السيستم طاقة؟ عبارة عن وورك، كان عندي شافت مثلا، شافت وانا بحرك فيه راح يدخل لي وورك على السيستم. كان عندي كيو، السيستم كسب حرارة من السراوندينج. وعندي ايش الثالث؟ فلو انرجي. الفلو انرجي ايش بتيجي؟ من ايش؟ الفلويد اللي بصير له فلو. تمام تمام شباب. فاذا ترجع الان مهندس. حكيت الانرجي بصير لها ترانسفير عن طريق ثلاث طرق، ايش هم؟ مين رجع يعيد لي اياهم؟ احكي مهندس. الورك الانرجي والهيت والفلود. فلو دكتور الفلوينج، مزبوط. اذا انا بصير لي السيستم تبعي بصير له بتنتقل الحراره للسيستم تبعي للكنترول فوليوم اللي عندي ثلاث طرق، اللي هي الهيت يعني يكسب حراره من السراوندينج، الورك والايش؟ الفلو. اذا كان مي بتخش على السيستم هاي المي بتحمل طاقه، اذا مي طلعت من السيستم تبعي هي راح تاخذ طاقه لانها ايش؟ بتطلع من السيستم. طيب حكينا الانرجي لها ايش؟ لها فورمز، لها اشكال، البوتنشال انرجي، الكاينتيك انرجي، والانترنال انرجي. فاذا الانرجي بشكل عام لها 3 فورمز، اللي هم الانترنال، الكاينتيك، البوتنشال. طيب حكينا مصطلح سميناه الميكانيكال انرجي، قلنا الفلويد الفلويد فلو بيحمل انرجي، وهاي الانرجي اذا انا عندي مثلا مي بتخش على السيستم، نفرض انه هنا عندي هنا مي بتخش على السيستم تبعي، تمام، راح يكون المي هاي لها كاينتيك انرجي لان لها سرعه، لها بوتنشال انرجي لانها لها ارتفاع محدد، ولها انترنال انرجي لانها لها حراره محدده. فاي فلويد بيخش على السيستم راح يملك ايش؟ انترنال انرجي دليلها الحراره، وكاينتيك انرجي دليلها السرعه، البوتنشال انرجي الارتفاع تبع البايب، قديش البايب مرتفع عن الريفرنس تبعي، والفلو انرجي اللي هي جاي من البرشر اللي موجود جوا ايش؟ الفلويد. حكينا عن اي فلويد بيمتلك شيء سميناه ميكانيكال انرجي، ورمزنا له بثيتا، وقلنا الميكانيكال انرجي هي عباره عن الفلو انرجي نتيجه البرشر زائد الانرجي العاديه اللي هي بتكون كاينتيك انترنال وايش كمان؟ وبوتنشال. واحنا رحنا ايش سوينا؟ قلنا ما دام البي في واليو موجودات كثير مع بعض، كثير معادلات موجودات مع بعض، فراح ايش؟ احطهم كترم واحد، احط مكانه حرف الاتش، وسموه العلماء انثالبي من كلمه يونانيه. طيب فاذا الميكانيكال انرجي هي عباره عن الفلو انرجي زائد الانترنال انرجي زائد الكاينتيك زائد البوتنشال. طيب اذا حطيت البي في واليو بوان تيرم سميته اتش، فبس مكانه بحط اتش. فالميكانيكال سبيسيفيك انرجي، الميكانيكال سبيسيفيك انرجي لانها مقسومه على الام، هي عباره عن السبيسيفيك انثالبي زائد السبيسيفيك كاينتيك انرجي زائد السبيسيفيك ايش؟ بوتنشال انرجي. واحنا عرفنا السبيسيفيك كاينتيك انرجي عباره عن في سكوير على 2 لانه بشيل منها الام،
كان في ام لما كانت انرجي، عشان اخليها سبيسيفيك انرجي بشيل منها الام، فبصير في سكوير على 2. والبوتنشال انرجي كانت ام جي اتش او ام جي زد، فعشان اخليها سبيسيفيك بشيل منها الام فبتضلها جي زد. طيب اذا انا بدي احسب الكامل كامل الاماونت تبعت الانرجي اللي ايش الموجوده جوا الفلو. الفلو له ماس محدده، فبروح بضرب الماس ضرب ايش السبيسيفيك ميكانيكال انرجي، سبيسيفيك ميكانيكال انرجي. اذا تلخيص محاضره اليوم من البدايه لحتى الان، انه انا حكيت عن الماس اند انرجي بالانسز، الماس كونزرفيشن والانرجي كونزرفيشن. ايش يعني الماس كونزرفيشن؟ انه تغير الماس على السيستم على الكنترول فوليوم يتساوي الفرق بين الماس الانلت ماس ماينس الايش الاوتلت ماس. اذا بدحكي على الفلوريت بس بحكي مكان الماس بحكي ماس فلوريت. طيب وحكينا للستدي سيستم بيصير الام دوت ان يساوي الام دوت اوت. والشغل الثاني الانرجي بالانس، الانرجي بالانس بشكل عام للستدي ستيت بروبلم مقدار تغير الانرجي للكنترول فوليوم مع الزمن، هذا قلنا للستدي عباره عن ايش زيرو. فاذا المساله تبعتي او الانرجي بالانس راح يصير ايش بيحتوي تو تيرمز فقط، الريت اوف انرجي ذات ترانسفير to the system تساوي إيش rate of net energy that exit my إيش my control volume my system. طيب والإي قلنا جواتها كل inlet جواتها 3 ways تصير عملية transfer للإنرجي، قلنا الهيت الwork والإيش والflow. طيب نفس الإشي الاكزيت الاوتليت ايش بيصير في 3 ways لانه الانرجي تخرج من السيستم. الفيرست واي ايش الهيت ترانسفير، ثاني شغله الاوتبوت وورك، والشغله الشغله الثانيه الاوتبوت وورك، والشغله الثالثه ايش الاوتبوت او الاوتليت ايش فلو. يعني اذا هنا طلعت من السيستم تبعي 10 كيلو غرام بير سكند من المية، 10 كيلو غرام بير سكند من المية، كل كيلو غرام جواتها إيش جواتها إلها طاقة إلها حرارة إلها سرعة، فهذولا راح ينقصوا من السيستم. طيب لا ننسى إنه هنا أنا للفلو عندي سميشن، لو كان عندي more than one inlet بدي أحطهم كلهم، كان عندي more than one outlet بدي أحطهم كلهم. هذا هو هون عبارة عن short term من إيش الفيرست لوف ثيرموداينامك اللي انا بطبقه على الستيدي ستيت كنترول فوليوم.